صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 26 لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد صادق جعفر الشيخ منصور الستري وكيلا مساعدا للموارد والمعلومات في وزارة شؤون البلديات والزراعة.